ايه ميزته عن المنتج السابق او المستورد؟ احنا المنتج بتاعنا اللي اتصمم السنه دي ده فيه 5 علامات تأمينية، 5 علامات تأمينية، وده يعني عدد اللوحة، فيها 5 علامات. اللوحة اللي هي طالعة دي فيها اللوحة اللي خمس طالعة دي فيها اه 5 علامات 5 علامات تأمينية. تأمينية، وده عدد مش قليل. احنا اول حاجة عندنا في العلامات التأمينية في نص محفوظ بالليزر، ده بالليزر، ده في نص اللوحة. تاني حاجة عندنا في شريط اللامع، ده اسمه الهيلوجرام، وده لوحده فيه 15 علامة تأمينية اللوح في الشريط ده الشريط ده، كويس. هتلاقي مكتوب فيه وزارة الداخلية ومصر وايجيبت. ده نفس التقنية اللي بتستخدم في العملات. كويس. في عندنا كمان على الأبيض هنا، لو أنت حركت اللوحة كده بزاوية هتلاقي مكتوب بالعلامة المائية ايوه مصر وايجيبت. ايوه في عندنا على الجزء الأسود ده هتلاقي ده في مكتوب كلمات، بميل ايوه جمهورية مصر العربية، مظبوط مظبوط مظبوط. باللون أبيض بخط مايل 45 درجة. يعني دي لا يمكن تزويرها دي لا يمكن تزويرها في على النهاية الاطلاق. على الإطلاق. في النهاية في ظهر اللوحة في خط اسم الشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج. ف5 علامات من ضمنهم علامة فيها 15، فصعب تزويرها جدا. وده عشان كده اسمها اللوحة المؤمنة. اللوحة المؤمنة. كويس ومن أوي. هنا جه اسم الشركة، الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة. كويس. أنت بتنتج بقى النقل والموتوسيكلات كله؟ بننتج جميع أنواع اللوحات حسب الاستخدام. هو في كم نوع لوحة استخدم في مصر؟ إحنا عندنا في الأزرق للعربيات الملاكي، في الأزرق الغامق للشرطة، في عندنا الأحمر للعربيات النقل، في عندنا البرتقالي للعربيات الأجرة، في عندنا الأصفر للجمارك، في عندنا الرمادي للحكومية، في عندنا البني للتجارية، في عندنا الأسود لدفن الموتى، في عندنا الأزرق الأخضر للهيئات السياسية على حسب الاستخدام. يعني عندك تقريبا كام لون كده؟ احنا تقريبا 10 ألوان للسيارات وثلاثة للموتوسيكلات. 3 للموتوسيكلات. لأن الموتوسيكلات ما فيهوش غير 3 استخدامات، يا إما أزرق ملاكي، يا إما أصفر أجرة، يا إما الرصاصي بتاع الحكومة. ما فكرتوش تعملوا لوحة للتوك توك؟ ما هي تندرج تحت اسم الأجرة. هتروح اللي هو البرتقالي. يعني زي هي نفس لوحة الموتوسيكل هي اللي بتنطبق للتوك توك لو هو أعطاله ترخيص. هي نفس اللوحة. نفس اللوحة. لأنها لوحة برامج نارية. اللوحة دي حديثة، دي ستاندرد، دي اللي زي في انجلترا زي في المانيا. المكونات بتاعت اللوحة هي دي الستاندرد العالمي. ليه مكوناتها ايه؟ احنا عندنا في الالومنيوم، ده الومنيوم الوي، ده تخانة بتاعته تقريبا 1 ملي. في عندنا الجزء ده اسمه ريفلكتنج شيت، ده سطح عاكس بيتلزق، وده عشان خاطر يدي درجة استضاءة للعربية اللي في الخلف تبقى ظاهرة. الفويل ده استخدم عالمي برضه للاسود، لكن احنا التصميم بتاعنا عليه جمهوريه مصر العربيه. فدي مكونات اللوحه الرئيسيه على مستوى العالم. احنا كنا بنستوردها دي؟ لو حد كان بتستورد سابقا. كانت بتستورد؟ ايوه فاهم. كنت مستورد قد ايه من السنه؟ نفس تقريبا الكميه اللي احنا بنحتاجها السنويه 3 مليون لوحه. كانت تكلفني كام دي استيراد؟ يعني هتخش مثلا في حدود 150 مليون دولار. يعني احنا كنا بنستورد لوحات ب 150 مليون دولار. انا دلوقتي مش محتاج استورد. لا يا فندم. المصنع يسيب. المصنع يكفي وفي فائض طاقة. اقول لك معلومة غريبة جدا. انت عارف ان في قضية اللوحات المعدنية اللوحة كانت واقفة بكام؟ ب 8 يورو. دي تتكلف علينا كام؟ يعني دي في حدود 2 وكسر. 2 وكسر ايه؟ دولار؟ يورو. يورو؟ 2 ونص؟ يعني تقريبا. قول 2 وثلث. من 8 يورو سنة 2011 بقى فارق ضخم. يعني هيعمل وفرة عالي جدا وفرة جدا عالي جدا وامكانيات تصديرها قائمة. طبعا، لان احنا المواصفة اللي عندنا تضاهي المواصفة في المانيا، ولذلك احنا قادرين ان احنا نصدر. يعني ده معمول على النسق الالماني، التكنولوجيا الالماني. التكنولوجيا الالماني. أيوة. وبالتالي يصلح حتى للتصدير في المانيا لو احتاجه. لو احتاج. واي دولة بتتعامل في هذا المجال.
توقعاتك ان في عروض تصديريه في الطريق؟ ان شاء الله احنا بنقبل ان احنا يبقى التصدير بتاعنا من خلال افريقيا الى سوق واعد ومنطقه قريبه لينا والدول العربيه والشرقيه. الارقام دي بتاعتك من هنا ولا جايه لك؟ لا احنا بيجي لنا من وزاره الداخليه. بتجي لك الطلبيه؟ الطلبيه متحدد فيها الارقام والحروف والالوان والمحافظه. والمحافظه كويس قوي. الارقام المميزه بتبقى عندك هنا برضو؟ الارقام المميزه بتتعمل عندي هنا ولكن دي بتبقى بطلب مخصوص. يعني ايه طلب مخصوص؟ اشرح يعني لي كده. احنا خارج السيريهايه. يعني السيريهايه بيجي لي عليها السيريال اللي هشتغله الباتش على بعض. كويس. لكن الارقام المميزه دي بيجي بجواب منفصل لانها دي بتشتغل مخصوص على المكبس اليدوي. زي مخصوص؟ على المكبس اليدوي. لانه بيبقى متحدد فيها ارقام معينه وحروف معينه. وبالتالي ما بتخشش جوه السيريال بتاع السي دي. تصنيعها اغلى شويه؟ لا انا بالنسبه لي السعر واحد. لكن هي مميزه وغاليه. مميزه بالنسبه لهم هم. طب اتفضل.